لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. طيب، نحن ما زلنا في المعالم العامة عند أهل السنة والجماعة، واليوم نتحدث عن العدل عند أهل السنة والجماعة. العدل عند أهل السنة والجماعة، إذ أنهم يلتزمون العدل في جميع أمورهم، يلتزمون العدل في جميع أمورهم. والله جل جلاله أقام كونه على العدل، أقام كونه على العدل. قال الله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. فأخبر عن عدله جل جلاله، ثم أخبر عن وضعه الأرض للأنام أي العباد، وهذا يعني إلزامهم شرعا بأن لا يطغوا في الميزان وهم في الأرض، ألا يطغوا في الميزان وهم في الأرض. لذلك قالوا إن الكون كله قائم على العدل، قالوا إن الكون كله قائم على العدل. قال ابن القيم في إعلام الموقعين متحدثا عن العدل، قال ابن القيم في إعلام الموقعين متحدثا عن العدل: أمر الله به في كتابه، أمر الله به في كتابه، وقامت به السماوات والأرض، وأسست عليه الشريعة. انتهى كلامه. طيب، إذا كان الله تعالى، إذا كان الله تعالى أمر به في كتابه وقام به كونه وأسس عليه شرعه كما حاصل كلام ابن القيم هنا، فهذا يعني أن العدل شأن كوني وشرعي، هذا يعني أن العدل شأن كوني وشرعي. ولذلك أمر الحق سبحانه وتعالى به حتى مع ألد أعدائه وهم الكفار، أمر الله تعالى به حتى مع ألد أعدائه وهم الكفار. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. وفي خبر خرص عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرض خيبر، في خبر خرص عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرض خيبر، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فشكوا، أي اليهود اشتكوا، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خرصه. يعني هم اشتكوا، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخرص وأنه يشتد عليهم، أن عبد الله بن رواحة يشتد عليهم. هذه شكوى اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كان بعد غزوة خيبر، في السيرة هذا كان بعد غزوة خيبر. طيب، وأرادوا أن يرشوه، وأرادوا أن يرشوه أو يرشوه، لهم اليهود أرادوا إعطاء عبد الله بن رواحة رشوة، لأن اليهود عادتهم أكل السحت والرشاوة وهكذا. فقال: يا أعداء الله، أتطعمون السحت
يا أعداء الله أتطعمون السحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، وأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، وأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم. إذن هنا في اتزان، وأول شيء أخبرهم بحقيقتهم، أنتم أعداء الله جل جلاله، أنتم أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، خلاص، وأنتم إخوان القردة والخنازير، مع ذلك بغضي لكم وحبي للرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يحملني على أن لا أعدل عليكم، أي لا يحملني على أن لا أعدل عليكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض. رواه مالك في الموطأ، رواه مالك في الموطأ كتاب المساقة، كتاب المساقة باب ما جاء في المساقة عن سليمان بن يسار منقطعا، رواية مالك منقطعة، ورواه ابن حبان موصولا مطولا، ورواه ابن حبان موصولا مطولا. طيب الشاهد هنا ماذا؟ الشاهد كلام عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه لليهود، وأنه سيعدل عليهم، سيعدل عليهم، ولا يمنعه شيء من أن يقيم العدل فيهم، من أن يقيم العدل فيهم. وقال الله تعالى، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: ومعلوم، ومعلوم أن إذا تكلمنا، ومعلوم أن إذا تكلمنا في من هو دون الصحابة، في من هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين على الملك، مثل الملوك المختلفين على الملك، والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين، والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين، وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم، وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم، فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد، فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال. ملاحظين كيف يعني هذه العبارات دقيقة؟ صحيح، أي قال: فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال، والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، ده كل كلام الشيخ، وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به، وهو بغض مأمور به. فإذا كان البغض الذي أمر الله به، فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه،
فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس؟ يعني حتى المسلم لو عنده هوى النفس وأنت تبغضه لأجل هذا الهوى فبغضه يكون بعدل، هذا مقصد الشيخ، فبغضه يكون بعدل، فهو حق أن لا يظلم بل يعدل عليه، فهو حق أن لا يظلم بل يعدل عليه، نقطة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق من عدل عليهم في القول والعمل، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق من عدل عليهم في القول والعمل، نقطة. والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه ومحبته، والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه ومحبته والثناء على أهله ومحبتهم، والثناء على أهله ومحبتهم. والظلم مما اتفقوا على بغضه، والظلم مما اتفقوا على بغضه وذمه وتقبيحه وذم أهله وبغضهم. وليس المقصود الكلام في التحسين والتقبيح العقلي، وليس المقصود الكلام في التحسين والتقبيح العقلي. أقحم العبارة دي ليه الآن؟ ليه أقحم هذه العبارة الآن؟ طيب، تحديد المرجعية للعدل، فهي مرجعات العدل، يعني الوحي أكيد جاء بالعدل، والنفوس يعني السليمة أيضا تحب العدل، ولمن جهنا يعني أقحم شأن التحسين والتقبيح العقلي، فهذا يربط لكلام قاله ابن القيم في كتاب زاد المعاد، كان يتكلم عن اليوم الآخر. طبعا اليوم الآخر الإيمان به من أركان الإيمان، والنصوص به كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، فابن القيم قال يعني اليوم الآخر ده أو يوم القيامة، قال العقول تثبت أنه في آخرة، خلاص قال العقول تثبت اليوم الآخر. ليه؟ قال لأننا نشاهد ونرى مظالم كثيرة تقع في هذه الدار الدنيا، وكم من أقوياء يقهرون الضعفاء قهرا واضحا وبينا، والضعفاء لا يستطيعون رد هذا القهر حتى يموتوا، مثلا حتى يموتوا شنو به، بل منهم من يقتل ظلما، وهذا شنو يعني مشاهد في شنو في العالم. يلا هؤلاء طالما ما يقدروا يدفعوا هذا الظلم ويدفعوا هذا القهر، قال فلا بد أن يأتي يوم يختص الله تعالى له، لا بد أن يأتي يوم يختص الله تعالى له. طيب نرجع لكلام ابن تيمية. طيب قال وليس المقصود الكلام في التحسين والتقبيح العقلي، فقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضوع في مصنف مفرد، ولكن المقصود أن العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض، ولكن المقصود أن العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض، وهو محبوب في النفوس، مركوز حبه في القلوب، تحبه القلوب وتحمده، وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب، والظلم من المنكر الذي تنكره القلوب فتبغضه وتذمه، والله تعالى أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط. انتهى الكلام، انتهى الكلام من منهاج السنة. طيب يلا، بناء على ما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية المذكور هذا، فإن أهل السنة والجماعة يعدلون بين الفرق بلا إفراط ولا تفريط، يعدلون بين الفرق بلا إفراط ولا تفريط. فما هي معالم هذا العدل عندهم بين الفرق؟ طيب كمدخل أولي، قال ابن القيم في إعلام الموقعين، قال ابن القيم في إعلام الموقعين والله تعالى يحب الإنصاف، والله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل،
بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأمرت لأعدل بينكم. فورثة الرسول صلى الله عليه وسلم منصبهم العدل بين الطوائف، منصبهم العدل بين الطوائف، وأن لا يميل أحدهم مع قريبه، وأن لا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه، بل يكون الحق مطلوبه، بل يكون الحق مطلوبه، يسير بسيره وينزل بنزوله، يسير بسيره وينزل بنزوله، يدين بدين العدل والإنصاف، يدين بدين العدل والإنصاف، ويحكم الحجة، ويحكم الحجة. وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو العلم الذي قد شمر إليه، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو العلم الذي قد شمر إليه، ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه، ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه. لا يثني عنانه عنه عذل عاذل، لا يثني عنانه عنه عذل عاذل، ولا تأخذه فيه لومة لائم، ولا تأخذه فيه لومة لائم، ولا يصده عنه قول قائل. انتهى كلام ابن القيم. طيب يلا، أول معلم، أول معلم تحري العلم والعدل في الكلام عن الناس، تحري العلم والعدل في الكلام عن الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، لا بجهل وظلم كحال أهل البدع. انتهى. وقال في موضع آخر من منهاج السنة أيضا: لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية، لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات، يرد إليها الجزئيات، ليتكلم بعلم وعدل، ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. انتهى كلامه. ونفسه قاله في مجموع الفتاوى كذلك. طيب، هذا يتضمن لزاما ابتداء توثيق المقالات من حيث ثبوتها، توثيق المقالات من حيث ثبوتها، سواء نسبت لفرقة أو لشخص، سواء نسبت لفرقة أو لشخص. فمثلا يعني ما تعيب الخوارج أو المعتزلة أو المرجئة بمقولة تجعلها أصلا لهم أو أصلا لك في حكمك عليهم وهي فاسدة من أساسها أو غير ثابتة من أساسها، فلا بد أن تعرف أصل مقولة الخوارج، ولا بد أن تعرف أصل مقولة المعتزلة، ولا بد أن تعرف أصل مقولة المرجئة، وهكذا وهكذا. طيب، أصل المقولة بعد أن تعرفها لا بد أن تعرفها بعلم موثق، لا بد أن تعرفها بعلم موثق. فمثلا لو دارت تتكلم عن الخوارج، لو دارت تتكلم عن الخوارج،
فمثلا أصل مقولتهم تكفير مرتكب الكبيرة، تكفير مرتكب الكبيرة، فهذا الكلام لا بد أن يكون موثقا عنهم، هذا الكلام لا بد أن يكون موثقا عنهم. طيب التوثيق كيف يكون؟ التوثيق يكون بمصدر الخبر، التوثيق يكون بمصدر الخبر. فلو تكلم الله تعالى في كتابه الكريم أو تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن جماعة أو عن إنسان بعينه فهذا حق لا مرية فيه، هذا حق لا مرية فيه. طيب إذا تكلم عالم في فرقة من الفرق ونسب إليهم أصلا للمقولة فلا بد أن تكون موثقة من أقوالهم، لا بد أن تكون موثقة من أقوالهم. ثم لما يأتي الحكم عليهم لا يكون الحكم عليهم بأصول يتبعها عالم من نفسه، وإنما تكون أصول مستمدة في أصلها من الكتاب والسنة وشأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك ابتداء لا بد من توثيق شنو؟ لا بد من توثيق الخبر، لا بد من توثيق الخبر. فالخبر إن كان عن الله ورسوله فهذا صدق وحق وعدل لا مرية فيه قط، ولا يبحث بعد ذلك عن شيء خلاص. وإن كان الكلام مصدره العلماء فينظر ويوزن بالميزان الشرعي الصحيح. طيب قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: اللهم إني لا أحل له، اللهم إني لا أحل لهم أن يقولوا إلا ما سمعوا مني، اللهم إني لا أحل لهم أن يقولوا إلا ما سمعوا مني. قالها ثلاثا، أي ثلاث مرات قالها ثلاثا. رواه الخطيب البغدادي في كتابه الرحلة في طلب الحديث، هو الأثر رقم 47 في هذا الكتاب، الأثر رقم 47 في هذا الكتاب. طيب وفي رواية للخطيب أيضا، هي الرواية رقم 48، وفي رواية للخطيب أيضا: اللهم إني لا أحل لهم أن يقولوا علي ما لم أقل، اللهم إني لا أحل لهم أن يقولوا علي ما لم أقل. طيب يلا في بدعة اللفظ اللي هي شنو؟ قول لفظ بالقرآن مخلوق، خلاص. في بدعة اللفظ التي نسبت كذبا إلى الإمام البخاري رحمه الله من بعض الناس وخطأ من علماء آخرين، والمسألة دي حنجيها بالتفصيل إن شاء الله في وقتها. ليه؟ لأن الإمام البخاري إمام كبير في الأمة، الإمام البخاري رحمه الله إمام كبير في هذه الأمة، ورمي ببدعة اللفظ في فتنة معتزلة في القول بخلق القرآن، وتشعبت الأمور حقيقة. وسبحان الله هذه المسألة ما كان وقعها بسيطا أو صغيرا عند الإمام البخاري، بل كان سببا في وفاته، أي كان سببا في وفاته. طيب يلا في خضم هذا الشأن، طبعا اتكلموا عنه بتفصيل واسع، اتكلم عنه ابن تيمية بصورة مفصلة واسعة جدا جدا، اتكلم عن الحافظ الذهبي بصورة موسعة جدا، اتكلم عن الحافظ ابن حجر بصورة موسعة جدا، حتى ابن تيمية لما نتكلم عنه في مجموعة الفتاوى يعني قال أظهر ما كانت هذه البدعة في خراسان، قال وتعصب فيها على البخاري على جلالته. أي يلا هنا الشاهد الذي نريده الآن، الذي نريده الآن. طيب أن الإمام البخاري أعمل نفس قاعدة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن الإمام البخاري أعمل نفس قاعدة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. طيب فقد روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، واللالكائي
في شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن إبراهيم بن محمد قال أنا توليت دفن محمد ابن إسماعيل لما مات بخرتنك. محمد ابن إسماعيل يعني الإمام البخاري. أي قال أنا توليت دفن محمد ابن إسماعيل لما مات بخرتنك. وخرتنك هذه قرية من قرى بخارى. وفيها توفى الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال فأردت حمله إلى سمرقند أن أدفنه بها. فلم يتركني صاحب لنا من أهل شكشخت. هذه قرية أيضا، هذه قرى في بلاد بخارى، أي وهي قرى متقاربة، أي قرى متقاربة. ومن باب ذكر شيء بالشيء، كتاب قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن الشيخ نديم الجسر، الكتاب هذا كتاب حقيقة جيد، أي وهو أصلا يعني كان بين الشيخ أبو النور الموزون وبين أحد تلاميذه، وكان في هذه القرى وبالتحديد كان في مسجد الإمام البخاري هذا الحوار بين الشيخ وبين تلميذه، كان في نفس هذه القرى، وهذه القرى موجودة حتى اليوم، ومسجد الإمام البخاري موجود فيها حتى اليوم، أي ومعالم تلك البلدان يعني معالم الإسلام ظاهرة فيها جدا. المهم هذه قرى خرتنك قرية بها توفى الإمام البخاري، وشكشخ هي القرية شنو الثانية. قال فلم يتركني صاحب لنا من أهل شكشخ فدفناه بها، أي في خرتنك، فدفناه بها. فلما أن فرغنا، أي دفن الإمام رحمه الله، ورجعنا إلى المنزل الذي كنت فيه، قال لي صاحب القصر الذي كنت فيه، قال لي المتكلم هنا من يا جماعة؟ إبراهيم بن محمد الذي دفن الإمام البخاري بيده، أي بعد ما دفن الإمام البخاري والناس دفنوا الإمام رحمه الله ورجعوا إلى منازلهم خلاص. فإبراهيم قال رجعنا إلى المنزل الذي كنت فيه، قال لي صاحب القصر الذي كنت فيه سألته أمس. سأل من يا جماعة؟ سأل البخاري. الرجل ده صاحب المنزل هذا وصاحب القصر قبل وفاة البخاري بيوم سأل الإمام البخاري كان معه خلاص. قال سألته أمس فقلت يا أبا عبد الله، البخاري كنيته أبو عبد الله طبعا، قال فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في القرآن. طيب السؤال ده كان عفوي؟ السؤال ده عفوي؟ أكيد ليس عفويا، أكيد السؤال ليس شنو؟ ليس عفويا، وإنما السؤال نابع من كلام مشع في الإمام البخاري. ولذلك يعني إشاعة الأقوال الباطلة والكذب والتضليل والخلط الذي يحدث، الكلام بنذكره في حينه إن شاء الله تعالى إذا جينا لقصة الإمام البخاري مطولة خلاص. هذا الكلام ليس جديدا، هذا الكلام ليس شنو؟ ليس جديدا. فالإمام البخاري أشاع الناس عنه أنه يقول كذا كذا في القرآن الكريم، وقبل وفاته بيوم يعني صاحب هذا القصر سأل البخاري هذا السؤال، والأمر واضح أن السؤال مبني على أمور تكلم الناس ويتكلمون فيها عن الإمام البخاري، والبخاري يعلم ذلك جيدا، وبلغه يعني حد البلوغ كلام الناس فيه وكلام أهل زمانه فيه. فهذا الرجل سأله هذا السؤال، قال قلت يا أبا عبد الله ما تقول في القرآن؟ فقال القرآن كلام الله غير مخلوق. خلاص هذا جواب البخاري للرجل. فقلت له إن الناس يزعمون أنك تقول ليس في المصحف قرآن ولا في صدور الناس. طيب
ده ما زعمي صح ولا ما صح؟ طيب الإمام البخاري وين قال الكلام؟ أين قاله؟ وهو كتبه موجود، الصحيح موجود خلاص، والآدب المفرد موجود، والتواريخ الكتبة موجودة، له الكبير له الصغير له الأوسط خلاص، ويعني مصنفاته شنو المعروفة، حتى ما صنفوا في شنو في الرد عليهم، وكان درسنا كامل صح في الدروس القديمة المضت. أي طيب، قال إن الناس يزعمون أنك تقول ليس في المصحف قرآن ولا في صدور الناس، فقال ده الشاهد الذي نريده الآن، فقال استغفر الله أن تشهد علي بما لم تسمحه مني. هذه القاعدة. قال الإمام البخاري استغفر الله أن تشهد علي بما لم تسمحه مني، إني أقول كما قال الله والطور وكتاب مسطور، أقول في المصاحف قرآن وفي صدور الرجال قرآن، فمن قال غير هذا يستتاب، وإلا فسبيله سبيل الكفر. أي انتهى الكلام. أي طيب يلا، وبالجملة فقد قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال العدل هو الذي يخبر بالأمر على ما هو عليه، العدل هو الذي يخبر بالأمر على ما هو عليه، لا يزيد فيكون كاذبا ولا ينقص فيكون كاذبا، لا يزيد فيكون كاذبا ولا ينقص فيكون كاتما. انتهى كلام ابن تيمية. وفي خبر حجة الرسول صلى الله عليه وسلم سردتها عائشة رضي الله عنها، هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها روته عنها عمرة بنت عبد الرحمن. طيب الشاهد الذي نريده أن عمرة رحمها الله لما ساقت خبر عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عروة بن الزبير أتتك بالحديث على وجهه، يقصد عمرة بنت عبد الرحمن، قال عروة بن الزبير أتتك بالحديث على وجهه، رواه البخاري ومسلم. يلا كلام عروة ده معناه شنو؟ معناه في حديث لا يأتي على وجهه، زي موضوع الإمام البخاري ده، زي موضوع الإمام البخاري ما جعل شنو؟ ما جعل وجهه. يلا بعد ده في علماء كانوا كبار ما تثبتوا، بلغهم الكلام عن البخاري وما تثبتوا. طيب المعلم الثاني ذكر المحاسن. خلاص، فأهل السنة مفرقون بين الشر المتمحض وبين غيره. بعدين الفرق دي طبعا فيها كلام كثير يا جماعة، الفرق ذاتها فيها كلام كثير من نواحي كثيرة جدا جدا، بالنسبة للتعيين خلاص، بالنسبة للأحكام في شنو، في كلام مستفيد عند العلماء في المسائل اللي بنذكره إن شاء الله تعالى في وقته، لكن يعني هذه الفرق خلاص ما فيها من خير ولو جزئي ونسبي، فأهل السنة كانوا ينبهون عليه من باب العدل. ما فيها من خير ولو نسبي وجزئي، فأهل السنة كانوا ينبهون عليه من باب شنو؟ من باب العدل. طيب في هذا الباب قرروا أن بعض الفرق أو أن هذه الفرق الهوى فيها ليس بالكلية، يعني ما بنسبة 100%، قالوا ما بنسبة 100%. بعدين بنذكر في الأحكام مثلا ذا الروافض ذا الموضوع براب، الخوارج ذات كل العلماء يعني مقسمينه نقساب خلاص، وحنجي نذكر أنه ذاته يعني العلماء مختلفين في الخوارج من حيث كفرهم وإنه إسلامهم، هل الخوارج كفار ولا الخوارج مسلمين. يلا في علماء ما مترددين أصلا في كفر الخوارج اللوائل
اللي كفروا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما مترددين قط في شنو؟ في كفرهم، ونزلوا فيهم الأحاديث اللي واردة شنو؟ في الصحيحين وغيره، يمرغون من الإسلام مرغ السهم من الرمية إلى آخر الحديث المعروف الواردة في الخوارج. وهذا الصنف من لم يكفرهم من العلماء، فالحافظ ابن حجر في فتح الباري استعرض حججهم كلها ورد عليها حجة الحجة. طيب، تجد مثلا في خوارج ينكر أن تكون سورة يوسف من القرآن الكريم. طيب مثل هؤلاء لا يشك في شنو؟ لا يشك في كفرهم أصلا، يعني إنسان يقول سورة يوسف ما من القرآن ولا من كلام الله جل جلاله. طيب يعني اختلقوا الصحابة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان كذبوا على الله جل جلاله وقالوا سورة يوسف من عندهم ونسبوها لله جل جلاله، هذا أقوال شنو؟ أصحاب كفار بدون شنو؟ بدون كلام، يعني أي بدون كلام. طيب الطوائف منهن، خلاص الطوائف منهن اللي شرها أخف من شر بعض، خلاص. فأهل السنة نبهوا عموما إلى شنو؟ إلى أن الهوى ليس مستحكما بنسبة 100%، إنما شان شنو؟ شان نسبي. لكن زي ما قلنا شنو؟ في فرق أمرها لحاله، وهذه سنذكرها إن شاء الله تعالى شنو؟ في حينها. لذلك اللي تكلموا مثلا عن تعيين الفرق اللي 72 سموا فيهم فرقة كذا وفرقة كذا وفرقة كذا وفرقة كذا، فكثير منهم مثلا لما سئلوا عن الرافضة وعن غلاة الجهمية وهكذا قالوا هؤلاء ليس من ال 72 أصلا، ديل اللي بيروا أنه ال 72 شنو؟ مبتدع في النار لكن لا يخرجون من الملة. والأمور هذه فيها تفصيل بيجينا إن شاء الله في وقته، إن شاء الله تعالى جينا في وقته. طيب قال الشاطبي في الاعتصام، قال الشاطبي في الاعتصام: إنا وإن قلنا، أي كان يتكلم عن هذه الفرق، قال: إنا وإن قلنا إنهم متبعون للهوى، إنهم متبعون للهوى ولما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق، فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه، ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه، ولو فرضنا أنهم كذلك لكانوا كفارا، ولو فرضنا أنهم كذلك لكانوا كفارا، يعني بكون كفرا وما فيه شنو؟ ما فيه التباس، ما فيه التباس. حسي مثلا أبو لهب وأبو جهل، يعني في التباس في أمرهم في شيء؟ ما في التباس في أمرهم في شيء، أي ما في التباس في أمرهم في شيء. يلا بعد ذا الفرق ذاتها كما ذكرنا ليست على منوال واحد، حتى الفرقة الواحدة ما بتجدها على شنو؟ ما بتجدها كلها على شنو؟ على منوال واحد. يعني في فرقة عندها رأس أول بدأ وامتدت الفرقة لمية سنة، لميتين سنة، لتلتمية سنة، لأربعمية سنة، لخمسمية سنة، لستمية سنة. اللي بيجوب اللي جوب بعد مئات السنين ديل، اللي جوب بعد مئات السنين ديل، فمرات يختلف اختلاف تام من الرأس الأول. مثلا الخوارج رأس منه رأس ذو الخويصر التميمي، صح ولا ما صح؟ طيب ذو الخويصر التميمي طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم رأسا وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. وفي الحديث الآخر قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. إذن عند هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ما مخلص، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عادل. يلا العلماء مجمعين أن من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ومن يطعن في رسول واحد من الرسل ولو تلميحا لا تصريحا أجمعوا على أن هذا كافر مرتد. طيب يلا ذو الخويصر هذا خلاص شانه ماذا شان الخوارج اللي جوا بعد مئات السنين مثلا وما بيقولوا بمقالته ومبينون لمقالته هذه؟ لذلك تلقوا العلماء كثير ينبهوا يقول لك: اختلف العلماء في حكم الخوارج، هل هم مسلمون أم كفار؟ اختلف العلماء في حكم الخوارج. فلو كان كل الخوارج يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه غير مخلص وأنه غير عادل لكانوا كفارا كلهم فردا فردا بلا إشكال. أي دي واضحة؟ أي طيب. قال: فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق
ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه، ولو فرضنا أنهم كذلك لكانوا كفارا، إذ لا يتأتى ذلك إلا ممن أخذ به في الشريعة مع رد محكماتها عنادا، وهو كفر، وهو كفر. وأما من صدق بالشريعة ومن جاء بها وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه أو يظن به أنه متبع للدليل، فمثله لا يقال فيه إنه صاحب هوى بإطلاق، بل هو متبع للشرع في نظره، بل هو متبع للشرع في نظره. برضو هنذكر يعني التفريق بين مثلا فلان مرجي وبين فلان فيه إرجاء، خلاص، فلان مثلا كذا وفلان فيه كذا، دي شنو برضو قاعدة من قواعد أهل السنة بنجيها في وقتها إن شاء الله تعالى. قال بل هو متبع للشرع في نظره، لكن بحيث يمازجه الهوى في مطالبه من جهة إدخال الشبه في المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات، فشارك أهل الهوى في دخول الهوى في نحلته، فشارك أهل الهوى في دخول الهوى في نحلته، وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل على الجملة. انتهى كلام الشاطبي، خلاص. يلا بعد ده برضو شنو؟ ما يلزم، ما يلزم إطلاق الكلام بدون ضابط شرعي، لأنه ممكن فرقة تبدأ بشنو؟ بانحراف، ويكون التبست عليهم الوجوه الشرعية، التبست عليهم الوجوه الشرعية وبين لهم وبقوا على عنادهم، أو صاروا في شنو؟ صاروا في انحراف أعلى وأعلى وأعلى حتى وصلوا مرحلة شنو؟ أبعد. لذلك كان ذكرنا كلام ابن تيمية وذكرنا كلام الشاطبي نفسه، خلاص، أن البدعة ممكن تبدأ بشبر وتصير تاني شنو؟ يعني ذراع وأميال وفراسخ. ابن تيمية قال حتى تنتهي بصاحبها إلى الزندقة. فمثلا شوفوا بدعة الإرجاء، يعني كمثال شوفوا البدعة بتاعة الإرجاء، أول مما بدت في مرجعة الفقهاء المتقدمين، خلاص، هم قالوا الإيمان قول وعمل شنو؟ قالوا الإيمان قول واعتقاد، والعمل غير داخل شنو؟ غير داخل في مسمى الإيمان. طيب هم مع ذلك، هم مع ذلك ما كان يترك العمل، مع ذلك هم ما كان بيترك العمل، بل كانوا يجيبون حتى صلاة الوتر، وفارغوا حتى أئمة المذاهب الثلاثة في إجابة الوتر، لأن المالكية والشافعية والحنابلة عندهم الوتر ما واجب، خلاص، ومرجعة الفقهاء المتقدمين أوجبوا صلاة الوتر، وعندهم الذي لا يوتر يأثم، عندهم الذي لا يوتر يكون شنو؟ يكون آثما. طيب يلا كده بدا شنو؟ بدا الإرجاء. بالمقابل جا شنو؟ جاء الانحراف في باب التكفير، ما أقصد عند الخوارج، أقصد عند المرجع ذاتهم، لأنه إذا كان الإيمان قول واعتقاد والعمل غير داخل فيه، بالتالي ما حيكون في كفر عملي، ما حيكون عندهم في كفر شنو؟ ما حيكون عندهم في كفر عملي. طيب ديل من اللوائل توفوا وذهبوا إلى الله جل جلاله، اللي جوا بعدهم أحاطت بهم الحجج وأحاطت بهم الأدلة، فبقوا على العناد، بقوا على شنو؟ على العناد، ولكن ما ردوا النصوص، ما ردوا شنو؟ ما ردوا النصوص، ما قالوا القرآن غلط، ولا قالوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم غلط، ولا قالوا كلام الصحابة غلط، إنما قالوا من كفره الله تعالى أو كفره الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا دليل على انعقاد الكفر في قلبه أصلا، مش بيقولوا كده، خلاص. تاني جات مراحل لحد ما فيهم ناس وصلوا مراحل قالوا البسيب الرسول صلى الله عليه وسلم، والبسيب رب العزة جل جلاله، والبيقول إن الله جل جلاله لم ينزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص، والبيقول إن الله تعالى لم يرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا قالوا لا نكفره. قد 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 فلا شك أن هؤلاء شنو؟ لا شك أن هؤلاء زنادقة بلا ريب.
فالمقصود أن البدع شنو؟ البدع كما مر معنا تتشعب، في تشعبها تتفاوت شنو؟ يعني من بديء أمرها إلى منتهى شنو؟ إلى منتهى أمرها. طيب قال انتهى كلامه صح؟ أي انتهى كلامه الشاطبي. طيب يلا، بهذا الاعتبار منهم من يقوم بجهود تصب في خدمة الإسلام في بعض وصوله. الطواف المنحرفة دي خلاص المبتصل لطور الزندقة، خلاص المبتصل لطور الزندقة بتقوم بجهود بتصب في مصلحة شنو؟ الإسلام، وبدعاتهم موجودة معهم، بدعاتهم موجودة معهم وهم عليها عاكفون. طيب يلا، في هذه الحالة، في هذه الحالة نبه أهل السنة إلى هذه المحاسن، نبه أهل السنة إلى هذه المحاسن. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية مثل بعبد الله بن سعيد ابن كلاب، وهذا لأنه مرحلة في النص بين المعتزلة ومنه، بين المعتزلة لما السنة، بين المعتزلة والأشاعرة، لأنه بالحسن الأشعري مرحل، بالحسن الأشعري مرحل، كان معتزل 40 سنة، بعد ترك الاعتزال عمل شنو أبو الحسن؟ ها؟ عمل المذهب الأشعري؟ بعد ترك الاعتزال عمل المذهب الأشعري؟ لا لا ما صحيح كده، بعد ترك الاعتزال صار كلابي، أي كان مع أتباع ابن كلاب، ما مكث معهم كثيرا، جاء إلى بغداد والتقى بتلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وناقشوه كثيرا حتى رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وكان يصرح أنه على عقيدة أحمد بن حنبل. أي أبو الحسن كان يصرح أنه على عقيدة أحمد بن حنبل. طيب يلا، ابن كلاب هذا هو جبل بدعة بتاعتنا القول بقدم القرآن، وده موضوع تاني، ده موضوع تاني لازم موضوعنا الآن. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عنه في مجموع الفتاوى في الجزء رقم 5. طيب قال وكان ممن انتدب للرد عليهم، كان بيتكلم عن الجهمية خلاص، وكان ممن انتدب للرد عليهم أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، قال وكان له فضل وعلم ودين، ومن قال إنه ابتدع ما ابتدعته أو ما ابتدعه ليظهر دين النصارى في المسلمين، قال ابن تيمية فهذا كذب عليه، أنه في ناس نسبوا الكلام ده لابن كلاب هذا، قالوا البدعة الجابة دي ما التبست عليه ولا دين، قالوا وما التبست عليه والأمور الشرعية، قالوا هو أصلا قاصد ينصر دين النصارى ويظهر دين النصارى على الإسلام. طيب الكلام ده ما نية باطنة بقى صح ولا ما صح؟ نية شنو؟ نية باطنة. طيب لما تقول فلان نيته داخل قلبه أنه ينصر النصرانية وينصر اليهودية وينشر في الإسلام ويعليها على الإسلام، ده بيشك في كفره؟ هذا ما يشك في كفره. أي فابن تيمية نبه أنه شنو؟ أن هذه تهمة أطلقها عليه خصومه، وفي نفس الوقت أثبت شنو؟ بدعته في القول بشنو؟ بقدم القرآن الكريم. أي طيب قال فهذا كذب عليه، وإنما افترى هذا عليه المعتزلة والجهمية الذين رد عليهم. لذلك في طوائف أهل البدع لما رد عليهم بالحق بيقوموا بيكذبوا على خصمهم السني، أي بيكذبوا عليه عديل، يقول يقول كده ويقول كده ويقول كده ويقول كده. طيب قال فإنهم يزعمون دل الجهمية المعتزلة أن من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى، وقد ذكر مثل ذلك عنهم الإمام أحمد في الرد على الجهمية، وصار ينقل هذا من ليس من المعتزلة من السالمية، ويذكره أهل الحديث والفقهاء الذين ينفرون عنه لبدعته في القرآن، أي ابن كلاب، ويستعينون بمثل هذا الكلام الذي هو من افتراء الجهمية والمعتزلة عليه، ولا يعلم هؤلاء أن الذين ذموه بمثل هذا
هم شر منه وهو خير وأقرب إلى السنة منهم. يعني إلى هنا ابن تيمية بيّن النجنو أنه بدعة ثابتة خلاص، وأنه تلبس بهذه البدعة، لكن الذي يتلبس بالبدعة يقينا وثابت هذا عنه لا يجوز أن يقول ما لم يقل، ولا يجوز أن يكذب عليه، لأنه بدعة دي اللي وقع فيها دي بتاعت أنه القرآن الكريم قديم. طبعا أهل السنة بيقولوا قديم أنه حادث، إنه حادث الأحد، هذا عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم. ده قال القرآن قديم، طيب البدعة دي وقع فيها التبست على ولد الله، ما المهم أيا كان السبب شنو ده موضوع آخر، لكن ما يصح يقول وقع في البدعة دي عشان ينتصر عمدا للنصرانية وعشان يظهر النصرانية على دين الإسلام، ما يصح يقال شنو يقال هذا الكلام. لذلك الشيخ هنا قال شنو، قال الإسلام ابن تيمية يقول شنو، يقول الناس اللي قالوا في الكلام ده قال هو ذاته ابن كلاب قال أحسن منهم وأقرب للسنة منهم خلاص، لأن الجهمية أبعد منها والمعتزل أبعد شنو أبعد منها، وابن كلاب ده في النص خلاص، في النص بين الكلابية وبين شنو بقصد بين الأشاعرة وبين منه بين المعتزلة. طيب قال وكان أبو الحسن الأشعري، الكلام كله لابن تيمية، قال وكان أبو الحسن الأشعري لما رجع عن الاعتزال سلك طريقة أبي محمد ابن كلاب، فصار طائفة ينتسبون إلى السنة والحديث من السالمية وغيرهم كأبي علي الأهوازي، يذكرون في مثالب أبي الحسن أشياء هي من افتراء المعتزلة وغيرهم عليه. برضو أبو الحسن الأشعري المعتزلة شنو بعد تركهم كذبوا عليه كثير، يعني لأن الأشعري بيّن من تناقض أقوال المعتزلة وفسادها ما لم يبينه غيره حتى جعلهم في قمع السمسمة. انتهى كلام ابن تيمية. طيب برضو شنو أنصف منه، أنصف أبو الحسن الأشعري، أي لأن أبو الحسن لما ترك الأشاعرة أقصد لما ترك المعتزلة ابتدى يرد شنو ابتدى يرد عليهم، ولما كان بيرد عليهم هو ما كان على مذهب السلف، كان على مذهب منه، كان على مذهب الكلابية، أي مع أنه على مذهب بدعي ورد على بدعة المعتزلة اللي هي أشد من بدعة هؤلاء، فابن تيمية مدحه بهذا وقال جعل المعتزلة في قمع شنو في قمع السمسمة. طيب نحن نقف هنا، ونفس الموضوع هذا له تتمة نكملها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم وعلمه أحكم وأتم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.